ملي زدت لي الخط قال لك السيد هذا ما ناويش معاك الحلال، ناوي معاك الحرام. لو ما كان الحرام ما باغيش يدير معاك حتى شي ورقه. كاينه حتى شي ورقه ديال الزواج. انت دابا هزيتي عند شي مراه الخط ولا عندك؟ اه هزيت عند واحد المراه الخط. وشنو قالت لك هي؟ قالت لي راه غير ناوي معاك الحرام هذا. الحرام ما باغي لا حلال لا والو. ما باغي لا حلال لا والو. دابا ديك الخط زعما شي حاجه موثوقه يعني تيعطيو شي حاجه. المهم ما تنتيقش انا داك الشيء ما نكذبش عليك. ولكن تايقه فيه هو باغيك. انا تايقه فيه هو. ما نكذبش عليك. وبالنسبه للفلوس صيفطي له فلوس قال لك صيفطي لي. صيفطي صيفطي لي راني حتى عارف قول هو ما غيتسوقش لهذا الشيء واش هو غيبقى يتفرج في هذا الشيء ما يتفرجش هو في هذا الشيء. لا باش شوف عرفتي علاش حيت الكومونتير تيحكموا عليك انت خصك واش تكملي ولا تحبسي الصراحه واش يقول لك صيفط ليا ما نكذبش عليك انا اللي كنصيفط له حيتاش مريض اها كيدوز ما كيقدرش يخدم كنعاونو بلا ما نخدم حتى الموت مخات ما تكونوا بخير وعلى خير هاد السيده هادي بغات تيستي شنو دوزتي معاه عاودي لي اختي القصه بعدا عاودتي لنا شي حويجات عاودي لينا المهم تعرفت على هاد السيد في الفيس هادي تقريبا شي شهرين اها تعرفت عليه المهم شنقول لك من صوتو تيبان مزيان ديك الساعه كنهضر معاه هادي قال لي نطلاقك طلاقيتو مشيت عنده تلتيفلت هو كاين في تيفلت كاين في تيفلت مشيت عنده طلاقيتو عنده شي هضره شنقول لك انت لا هضرتي معاه هضرتو حلوه يعني صافي المهم دخل ليا لخاطري بغيتو قال لي انا بغيتك الحلال ناويك الحلال نتزوج بك قلت لي واخا ماشي مشكل قلت لي المهم عندي وليدات هادي قال لي ماشي مشكل ناخذك بوليداتك انت شحال عندك ديال الوليدات عندي جوج جوج اه قال لي ما عنديش مشكل انا في الاولاد هو يخدم بوليداتك اه قلت لي انا كبر منك قال لي ماشي مشكل واخا تكون انت كبيره مني ما عنديش مشكل هو ما عندوش مشكل يا اه هو باقي صغر مني وانا كبر منه المهم فاوتني بواحد ماشي ما فيش المشاكل هو ولا شي ديال الهضره انت دابا علاش بغيتي تيست انت المهم شكيت شاكه في شي حاجه مرونه وقيله دريات اه كاين الدريات تي عارفه بلي كاين الدريات آه شفتهم في التليفون وسولته قال لي دوك ابار هذوك ماشي ديال ماشي ديالي وديال يعني قال لي انت اللي ديالي انت اللي كاينه هذوك ابار هذوك غير كنهضر معاهم وكن فهمتي اش كيدير معاهم اش كيدير معاهم اش كيدير معاهم المهم شي حوايج شنقول لك هذاك الشيء تيدير معاهم داك الشيء وانت ديالاش انت شنو قال لك انت ديالك انا ناويني الحلال ناويك الحلال اه تيقول لي ناويك الحلال المهم انا يا 99% ماشي 100% شي شاكة شاكة هاي طولي وكاين في تيفلت اه كاين في تيفلت واخا مرحبا ما تقدرش تخلي pas suffisamment de sol pour effectuer cet appel. Vous pouvez activer une offre depuis votre application Win by Enui. النمرة الأخرى ما تكونش خدامة. Vous n'avez pas suffisamment de. تعاود بلاتي نشوفوا شنو. الو. الو الو شنسماك خويا. الله يحفظك ليلى على خدمتك كي دايره مزيان كلشي بخير حنا واحد السوبر ماركت ديال لي كادو حلينا جداد في تيفلت قلت لك خويا العزيز حنا واحد السوبر ماركت ديال لي كادو حلينا جداد هنا في تيفلت وجات عندنا اليوم واحد السيده تقدات واحد الكادوات بغات تصيفطهم ليك هذا العربي مطور قلت لك عربي مرونه ايه مطور انا هذا صوني وليه ما عندوش مات شي اذا انت اخوانك هذا كوكتي انت غير ما ندخلو نيشي انا في الموضوع ما نطولوش مع الهضره خويا في لانه تيستيك لا لا متخافيش والو نهار السلام عليكم السلام عليكم وخويا كي داير بخير مرحبا عطينا شي دقيقة من وقتك الله يجازيك بخير وديك الساعة مرحبا خذ راحتك تقطع شكرا شكرا تنشكرك بزاف قلت لك معنا واحد السيدة اليوم هنا في سوبر ماركت تقدات لك واحد الكادوات وبغات تصيفطهم لك هاد السيدة وهي حنا تابعة لواحد الشركة ديال ليفغيزو كاينة في كازا خويا العزيز هاد السيدة ربحت معنا اليوم جوج ديال 14 برو ماكس غير هي هاد السيدة هادي قلنا ليها زعما واش كاين شي واحد في حياتك اللي يقدر يكمل لك الربحة حيت الشركة دايرة داكشي ديال الناس لي كوبل أي واحد كان اون كوبل مزوج مخطوب تيربح معنا هي قالت لنا كاين واحد السيد في حياتي وعطاتنا نمرتك سميتك بزاف المعلومات وهي دابا كتسمعك باش تكمل ليها الربحه غير باش تكمل ليها الربحه تعطينا سميتها ان شاء الله تربحوا نتوما اليوم بجوج انت غتربح 14 برو ماكس زائد الكادوات اللي خدات لك زائد هي تربح شي حوايج اخرين تابعين ل 14 برو ماكس هي راه معانا دابا الا تعطينا غير السميه الا كانت ما كتكذبش علينا غنكونفيرميو معاها تهضر معاها انت
كازا هي؟ اه لا احنا في تيفلت ولكن احنا تابعين لشركه في كازا. انا انت سيده في حياتي تقريبا شي بنت اخويا راك غلط عشيش حيت هي ديجا السيده قالت لينا راه السيده هذا انا كاينه في حياته ويعني هي تتبغيك وبزاف ديال الحوايج غير صحت عليا ولا والله اخويا العزيز صبصح للسيده معنا وديجا قلنا ليها زعما باش تكمل لك الربحه خاص تكون ديجا اون كوبل. لا لا شيخ تنضمش لا هي معانا والله حتى معانا خويا العزيز الا كان ممكن اي دقيقه تقول لينا عندك شي وحده في حياتك الا ما كانش عندك قولها لينا هي تهضر معاك داك الساعه. ما قلت لك ما عنديش ما عندك حتى شي وحده في حياتك. نقول لك لا ما عنديش نهائيا نهائيا واخا خويا العزيز واحد دقيقه خليك معايا سمعتي شنو قال لك؟ سولي قلق عليك شوف ضروري ها ضروري يتخاصم هو قال لك ما كاين حتى وحده في حياتي شنو يتخاصم واش ما كيقول لي ما تقول لي حتى شي واحد قال لي تبقى بيناتنا واش من بيناتنا كاين شي واحد تيتصاحب بيناتنا ولا شي حمقه ولا مسطيه ولا مفرده ولي كديس ديك واخا خويا العزيز الو هاد السيده اللي معانا قالت لي نجيك نيشان انت خويا العزيز دابا هاد السيده اللي معانا تتيستيك دابا وهي دابا هاد السيده اللي معانا تتيستيك فهمتي كيفاش بغات تعرف واش غير هي اللي كاينه في حياتك ولا لا ودابا تا بغيت نقول لها تهضري معاها قالت لي زيد قول ليه لا دوزها لي انت مع السيده اللي كتقول لك انا معاها انت ما مع حتى شي وحده انت شوف خويا انت ما دير حتى شي غولاسيون مع حتى شي وحده لا خويا كاين شي غولاسيون نقول لك راني دايرها كاينه بصح ما كذبتيش مرحبا هاك يهضري معاها اختي انت هضري معاها كيحشم انا واش سمعتي السيد قال لك واختي واش هتحكم كاينه واختي هضري مع السيد خويا تسنى واحد الدقيقه لاحظتو كيهضر معاها واه هضري علاش ما تقدريش ياك السيد قال لك ما عنده حتى وحده في حياته هضري ما باش يتاكد دابا سيدي زوج صحاب الوقت نتفلاو عليه واش هضري اختي واش مزيزنا نهار بالسلام هكا هضري داير لاباس عليك انيا بخير شت خربيق هذا ديال اش تخربيق واش هاد قلتي ما كاينه حتى وحده في حياتك ايوا تستيني انت عاد تخربيني انا بس تخربيق ديالك انت حيت انا عارفه راسي انا اللي كاين في حياتك علاش ما تجيش تقولها واش قلت لك قلت لك انا شنو هضرت مع داك الشيء خلي بيني وبينك عارفه انا مخليه بيني وبينك ولكن هادشي هذا ماشي غير بغيت نزيد نتاكد ماشي شاكه فيك ولا ما شاكه فيك ها المهم انا بغيت نزيد نتاكد وبغيت بحال ندير لك مفاجاه وصافي بغيت ولكن انا عارفك انت راه قلت هذا السيد راه مبغيتش نهضر هو يقولها لك قلت لي هذا الشيء باغي هو يخليه بيني وبينه مبغيتش نهضر يمكن عارفك السيد هذا كيدير داك الشيء ديال الفايس وهذا المهم كان كيصور وانا دايزه في الطريق وطلبته قلت له ندير تيست قال لي واخا انت راه كتعرفو ديجا هذا اللي كيدير التيست ما عرفتي واش قال لي الميساج شنو سيدتي تفلت عاد انا كنعرف شي وحده في لا المهم انا حيت باش ما تعرفش راه قنيطره قلت لي قلت تفلت لا كون قال لي كتعرف شي وحده في قنيطره ومدينه قنيطره نقول لي شنو شنو هو قال لي انت كتعرف وحده في تفلت وهي ساكنه في تفلت حيت شي الا قال قنيطره عاد تقول راه في قنيطره ولا اختي نعرف شنو دابا قول لي شنو كاين باش حتى هو يتاكد حيت رانا عاودت لي شنو كاين و باش فهمتي ورغزال تتبغيها ياك ضروري الله يحفظك اخويا سيتي بغيك انت بغيتي ديري له التيست وشنو قلت لك انا علاش ما بغيتش نهضر قلت لك حيت باغي يخلي داكشي مستور باش يكمل الله انت دابا حيت ديما كيقولها لي قسما بالله كيقول لي هادشي خليه مستور شو تقولي ليه من هاد المنبر ولا السيستم شو تقولي ليه كنقول ليه كنبغيك بزاف والله يخليك ليا وعمري ما نتفرق معاك في حياتي حتى هو راه عارف هو راه مسمي عليا البكايه اصلا دغيا كنبكي ويلي علاش تتبكي بالزربه ملي تكون مخاص من دغيا كنبكي هكذا لا لا ما يخلي خويا ما تبقاش تخليها تبكي الله يحفظك راه حنينه مسكينه شي ولد الناس بحال هكا يحافظوا عليه غير ما دير شي حاجه موراه هذه اولا هذا الشيء ما فياش انا باش نغدروا ولا شي حاجه ما فياش هو راه عارف كاينه بصح وتمشي معاه بالنيه ديالها آه. شكرا خويا لازم نكملوا مع السيده الله يحفظك كملي لي اختي المهم هذا الشيء اللي قلت لك كاين هذا الشيء اللي كنت بغيت نسولك واش تنفر بلا في عقلك
وش هو تيقول لك ما عندي حتى وحده في حياتي، وانت تتقول لي حيتاش ما عنده حتى شي وحده في التيفلت راه بصح ورا عنده شي وحده في بلاصه اخرى خصو يقول شي سميه، راه مادام قال لك ما مصاحبش هو قال لك انا ما مصاحبش. كاينه شي وحده انا عارف كاينه غنتيا كاينه غير انا باش عرفتي راسك كاينه غنتيا قلتي تيليفون عندهم ضرب الدريه قلبت لي التليفون الجهه اللي فيها انا ما كاين حتى شي وحده يعني ما كتعرفو حتى شي وحده بوجهه هكا ما كيعرفوش كي كيديروا عارف كاين واتساب واحد اخر داير جوج واتساب وحدين اخرين جوج واتساب اش كيدير ديك واتساب الفيديو اليوم يشوفها يقول لي اش كيدير بواتساب اش كيدير المهم كيهضر مع الدريات هكا راه فهمتي وانت اش كيقول لك منين يهضر معاك المهم انا ديالو انا ديالو ديالو بوحده بوحديته باش عرفتي انت ديالو بوحديته المهم قلت لك حاسه 99% هو حاس بك تا هو هو حاس بيا بانني فهمتي تيقول لي غير ما ديريش هكا ولا هكا هو معاك الله يكمل عليكم بالخير اختي قولي امين امين بغيت تيستي دوز اول كومونتير شنو دوز شنو دوزتو بيناتكم هكا ما قلتي لنا شنو دوزتو دوزتو شي طون شي حرور شي المهم شهرين شهرين ديال المهم هكا تنخرجوا شهرين انت كتمشي لعندو كنمشي لعندو تمشي عندو التيفلت مزيان شهرين تمشي عندو التيفلت خصو يكون كيتوفى عليك المهم كيغير عليا بزاف ديال الحوايج تلاحظ غير ملي تكون غادا مع في الطريق تيبقى يدور في الناس تيقول لهم تشوفوا شويه هادي المهم شي حوايج كيديرهم يعني تيغير عليا بزاف شي تلقاو شي راجل بحال هادي غير عليكم المهم في الطريق ما يخليهمش يشوفوا ما حتى واحد ما يشوف فيا يدير لك الحجاب والنقاب والعباد وانت مستوره المهم دابا اصلا عارفني انا خارج نتسخر شي سخره تيقول لي ما تشوفي لا هكا لا هكا سيري نيشان وجينيشان كامل مزيان المهم تيفلس ولفتيها ولفنا تيفلس ولفتي تيفلس اللهم بارك انت اهم حاجه هو انك تولفي تيفلس واللي بغيت تهز او الكومونتيرات تهلاو لي الخوت فراسكم بسلامه قول لي دوزت الطون والحرور شويه نقطعوا الصوت دوزت الطون والحرور ويلي ديك ما حملاش بعدا ولا شي حاجه ويلي الله مازال مازال هذا